ندخل بعد هكذا على العضلة الثانية من أنواع العضلات، اسمها الكاردييك مسل. الكاردييك مسل هذه اللي هي عضلة القلب، المضخة الذي يعني لو اجتمعوا كما اجتمعوا ما حدا يقدر يصنع مثلها، 70 سنة شغالة زي ما هي. طيب هذا العضلة مكونة من أيش؟ عضلة القلب مكونة والله من غشاء اندوثيليوم اسمه، ورجع العضلة نفسها المايوكارديوم، العضلة نفسها من خارج، وفي حوالينا برضو غشاء زي ما الاندوثيليوم كنا نشرحه في الابيثيليوم. الابيثيليوم كان هذا اسمه اندوثيليوم، جزء تبع الابيثيليوم، وبغشاء محوط القلب اسمه البريكارديوم. هذا البريكارديوم مكون من طبقتين، طبقة ملامسة هنا قريبة، يعني لو نرسم بالأزرق مثلا الغشاء اللي بيحوط القلب، البريكارديوم هذا هو عبارة عن غشاء مكون من طبقتين، طبقة ملامسة تماما لعضلة القلب وطبقة خارجية. الطبقة الذي ملامس للقلب اسمها فيسرال لير، والخارجية اسمها بارايتال لير. فيسرال يعني ممسوكة للأحشاء أو للقلب على طول، وبارايتال يعني خارجية. فالفيسرال لير هي الذي محوطه بالمايوكارديوم، أما الذي من داخل اسمها نخليها بالأخضر اسمها اندوكارديوم. طيب القلب، العضل حق القلب في النص حاجة اسمها ايش؟ فيبرس تيشو، يعني في النص هكذا زي المكان الذي تمسك فيه العضلات. هذا الفيبرس تيشو هو الذي بيخلي القلب العضلات حقك تمسك فيه وتعمل دائرة وترجع. يعني لو نشتي نلون العضلة حق القلب هكذا بيمسكين من الفيبرس هذا، ويطلع لنا طالع وينزل لنا نازل، في كون لي البطء الاتريوم الذي هو بالعربي الأذين، ومعك هذا الأذين برضو الثاني يجي له هنا يمسك له الفايبرس باند، ومن تحت معك البطين الأيسر والأيمن. فمعك هذا المكونات حق القلب بتمسك، مش احنا كل مرة العضلات تمسك لها عض، هذا المرة لا بتمسك إلى الفايبرس باند هذا اللي في النص. طيب الفايبرس باند هذا الذي في النص هي الذي بتديها العضلات ينقبضن لا عندها. طيب البطين اللي هو الاتريوم بالانجليزي، الاتريوم هذا انحف من الفنتريكل او الاذين، الاتريوم هو الاذين. المهم انه الاتريوم الذي فوق انحف من الذي تحت، الذي تحت الفنتريكل عريض. ليش؟ لانه بيبز الدم كله ويعمل انقباض، لكن الذي فوق هو بياخذ الدم ويجيبه على طول للذي تحت الذي هو الفنتريكل. فالذي تحت تلاقيه عريض، العضلات لما واحد يروح يتريض تكبر عضلات، وهذا نفس الشيء بياخذ دم كثير، الذي تحت فوق بيكون اكبر. طيب هذا بالنسبة للايش؟ الكلام الذي في البداية. طيب عندك حاجة اسمها ايش؟ هنا في العضلات حق القلب حاجة اسمها اندوميسيوم، الذي بيحوط العضلة والذي برضو بيبز الدم والحالة هذا التوصيل للقلب. طيب نخش على الهيستولوجي حق العضلة القلب. عضلة القلب نفس الشيء، بس نفس المسل فايبرز، الخلية الواحدة نفس حق السكلت المسل فايبرز، لكن كل نيوكليوس مفصول بالثاني، يعني في كل خلية كأنهم عايشين هكذا كل واحد لوحده، هي عمارة واحدة صح نفس الدور، بس هذا الشقة وهذا الشقة الثانية. فهذا الذي بيفصلهن في حاجة اسمها ايش؟ مفصولات بمكان اسمه انتركاليتد ديسك، يعني كل خلية مفصول من اللي جنبها بانتركاليتد ديسك. وطبعا انا غلطت ورسمت النيوكليس فوق، المفروض ارسمها هذا المرة في النص هنا. طيب وهذا الانتركاليتد ديسك. طيب بس هي نفس الدور، يعني نفس المسل فايبرز، الله منه بس مقسم لشقق، يعني بدل ما كنا هنا كل واحد لوحده، لا هنا بدل ما كنا في السكلتال كلهن مع بعض، هنا كل واحد لوحده. وبرانشينج يعني برضو نفس الشيء، النهاية حق المسل فايبرز بتقسم برانشينج، يعني كل مسل فايبرز بيتحد مع الثاني. طيب الطول حقها 80، فالطول محدود لاني عضلة قلب مش زي ما هذاك بيعتمد على العضلات. والشكل حقها نفس الشيء سيلندريكال، و15 مايكرون عرضها، بس برانشينج هانك كنا نقول برانشينج بس في الفيس والماوث.
طيب السركولما الغشاء هذا لازم يكون نحيف عشان القلب يشتي ينقبض يستحمل دم أكثر، فلازم يكون نحيف ثن. طيب النيوكليوس بيكون أوفال وسنترال هذا المرة، بعكس هذا لك بريفرال. السركوبلازم هنا نفس الشيء أسيدوفيلك، ونفس الشيء عنده ترانسفيرس ستريشن، وبس عنده حاجة اسمها انتركاليت الديسك الذي بيفصل ما بين الشكو والشكو. قلنا الأورجانيلز نفس الشيء بس أقل، المايوفايبرز أقل، الميتوكوندريا كثير، والساركوبلازميك ريتيكولم أقل برضو نفس الشيء، بس ما بش حاجة اسمها تراياد سيستم، مش شو ثلاثي، هنا حاجة اسمها داياد، يعني موجود بس معي انفاجينيشن و ساركوبلازميك واحدة، مش زي ما هناك. هذا بعدين بيكون في الزد لاين، لهذا بيدخل ام سي كيو. هناك كنا بنقول انه ما بين الاي والاي باند، هذا بيكون في الزد لاين، وهذا الفرق يعني. طيب نخش على اللي بعده. قال لك وفي حاجه اسمها انكلوجنز، يعني ايش نفس الانكلوجنز الذي كانت عن جلايكوجين عشان يحافظ على الايش الاكسجين، يحافظ على الاكسجين. دقيقه، الجلايكوجين قلنا بيحافظ على على الجلوكوز عشان يدي لي الاكسجين للعضله. وفي حاجه اسمها لايبو فيوجن جرانيولز، هذا لا ايش عبارة زي عن الدهون، لما الواحد بيكبر مع الأيام، مع الأكل الذي بيخبص وياكل زيوت وهكذا، والأكل الذي بناكله كل يوم، هذا بيحصل إنه القلب بتمتلي في هذا الدهون، بيحصل حاجة اسمها براون أتروفي أوف ذا هارت، يعني القلب بيمتلي بترسبات، مواد ترسبات هذا بسبب الجرانيولز هذا بتتحوش. وفي بعدين معك حاجة اسمها أتريال جرانيولز، قال لك الأتريوم أو الأذين الذي كان فوق، لو هذا عند البطين الأذين، هذا الاتريوم الذي فوق هذا في حاجة اسمها جرانيولز، حساسات لكمية الدم، والله يفترض جالي دم كثير خيرت هنا. هذا نفس الاتريوم بيخرج مادة اسمها ناترو يوريتيك، يعني ايش ناترو يوريتيك؟ يعني هرمون بيخرج من نفس هذا الاتريوم، يروح يقول للكلية يا كلية الدم عندنا كثير، فانت نزلي الفلويد، بس مش تنزل دم طبعا، تنزل البول اكثر، فبيصير له عند الكلية يقول لها نزلي فلويد اكثر عشان احنا قد عندنا الدم كثير. افترض انه لا بالعكس الدم قليل هكذا، يروح له عند المثانة البولية الكلية، مش المثانة، يروح له عند الكلية يقول لا لا تصفيش كل الفلويد، رجعي لنا اكثر فلويد، لانه شكل الادمي هذا مثلا ما بيشربش، او هذا الادمي شكله صايم، فالمهم نشتي دم يتحوش، فهذا بيخرج من الاتريوم. فلذلك قال لك القلب عنده اندوكراين فانكشن، يعني بيخرج الهرمون هذا مباشرة للدم، غدة صماء يعتبر، فهذا هو الاندوكراين فانكشن. في حاجة اسمها انتركاليت ديسك، قلنا هذا اللي بيفصل ما بين الشقو والشقة حق المصل فايبرز. طيب هذا بيكون بالال ام عبارة عن لون احمر، وبيكون دنس يعني غامق، موجود ما بين الكاردياك مايو فايبرز مايوفايبرز. وبالاي ام لما اجي اشوف بالاي ام شاجي اشوف زي السلالم هكذا، اشوف زي السلالم ستيروي. الترانسفيرس الذي هو بالعرض، هذا الترانسفيرس الذي هو بالعرض بالنسبة للمايوفايبرز، يعني لو هذا المايوفايبرز ماشيت هكذا، الطول هو هكذا صح، والعرض هكذا، فالذين بالعرض هذا لها اسمين ترانسفيرس، الذي باللون الأزرق اسمين ترانسفيرس، والذي باللون الأحمر هذا من النص أو شالون الذاحم بالأصفر أو بالأخضر هذا اسمين لاترال، يعني جانبيات. طيب هذا الترانسفيرس الذي بالأزرق بيقطعين العضلة بزاوية حادة، لأنهم بيجين على العضلة بزاوية حادة أهو، هذا بيكون زاوية حاد، بس هذا له موازيات، هذا لها موازيات للعضلة من فوق، فهذا لك موازيات وهذا لك لاترالز من. طيب في جنكشن ما بين الخلايا حق القلب، زي ما الجنكشن قلنا حق الإبيثيليوم، هذا لك الذين إبيكال ولاترال وبيزل، نفس الجنكشن هنا موجودة في هذا الانتركاليت الديسك. الانتركاليت الديسك فيه جنكشن كنا نسمين هناك ديزموزومز، الذي ما شافش الفيديوهات الذي هناك يشوفين الديزموزومز، هذا بيمسك الخلايا لبعض، موجود مثلا هنا ديزموزومز
وهنا ديزموزوم وهنا ديزموزوم وهنا ديزموزوم ديزموزوم، بحيث ان لما يحصل انقباض هذا الديزموزوم يمسك الشق مع بعض، الشق اليمين مع الشق الشمال وهكذا، يمسك الفايبرز مع بعض، فما يحصلش ان القلب ينفجر ولا هكذا. فهذا لهن الايش الديزموزومز موجودة فينه في الترانسفيرس الذي هو بيقطع الفايبر بالعرض، بينزل من فوق لا تحت. بس اللاترال فيهن حاجة كنا نقولها هناك الجاب جانكشن، وهذا يعني ميزة مش موجودة في أماكن خيرات. الجاب جانكشن هذا مكان بيحصل فيه جانكشن، بحيث إنه الخلية تنقل الرسائل حقها للخلية الثانية عن طريقها. يعني افترض إن في رسالة تجي من هذا الخلية على طول تدخل من هنا وتوصل للخلية الثانية والعكس. فلذلك القلب بيوصل بسرعة الكهرباء حقه عن طريق هذا الجاب جانكشن. ويقولوا الكلام هو نفسي يعني ما زودش حاجة. وبعدين معك حاسمة الفالف اوف ذا هارت. يعني ايش الفالف اوف ذا هارت؟ الصمامات حق القلب. الصمامات هذا لا هن خارج من الموضوع شوي، هن تبع الابيثيليوم مش هن تبع الايش المسل تيشو. هن عبارة عن سيمبل سكويمس ابيثيليوم شرحناه في الابيثيليوم، وفيهن سبورتنج كونكتيف تيشو. هذا الفالف موجودات ما بين الاتريوم، مثلا لو هذا الاتريوم وهذا الفنتركل حق جزء من الهارت، والنص الثاني هنا مثلا، هذا موجودات هنا الصمامات، وهذا نفس الشيء. هذا عبارة عن ايش اندوثيليوم، يعني جل اندوثيليوم هكذا يمشي على طول وينعطف وينزل، وفي الناحية الثانية هكذا، وهنا نفس الشيء. وفي الوسط في كونكتيف تيشو داخل الابيثيليوم، هذا في كونكتيف تيشو هنا وهنا وخلاص، يعني أي كلام دخل في النص. طيب وظيفة القلب إيش وظيفة القلب؟ يديك الدم ولا وش إنك الآن في إعداد الموتى زي ما قال سيف النار. طيب هذا الكاردياك مصل وظيفتها إنها تدي الدم من هي على طول، سبحان الله، يعني هذا تبع الروح الذي شغاله على طول، متعود إنها تنقبض، أنت بس وصل لها دم وهي تنقبض من نفسها، لا بتتحكم أنت بها بعقلك. مثلا تقول اليوم اشتي ضرباتي 200 وأمس 100 واليوم، ما هو 24 ساعة هي بتنقبض زي ما هي. بس هذا الانيشيشن يعني البداية حق ضربة القلب بتكون من نفسها، من عند الله من نفسها. بس بيكون في اوتونوميك انرفيشن، يعني الأعصاب والهرمونات بيوصلن للقلب، بيوصلن لأيش، مش هنا الذي بيتحكمن به انه يجلس يشتغل، لا. بيكون احيانا مثلا واحد يشي يجري، ولا واحد في موقف محرج ولا حاجة هكذا، فالأعصاب هذه تبدأ تشتغل والهرمونات يا اما تزود ضربات القلب يا اما تقلله، لكن الطبيعي هو شغال من نفسه من غير، مش محتاج احد زي ما بيقولوا. فهذا عضلة القلب هي من نفسها بتشتغل انفولنتري، جالسة بتشتغل على ما هي. ما الذي بيزودها وينقصها؟ السبلة النيرفات والهرمون، بس مش تقول ان هنا الذي بينشيت. طيب في حاجة اسمها بركنجي مصل فايبرز، هذا يعتبر الكهرباء حق القلب. ما هو البركنجي مصل فايبرز؟ القلب في مثلا لو هذا القلب كله عندي الخلايا طبيعية مصل فايبر مصل فايبر، وفي نوع من الخلايا مخصص اسمه بركنجي مثلا هكذا بيجي، وترجعوا تبصروا رسمتها مثلا في الفسيولوجي لما ترجعوا تدرسوا. يعني الخلايا هذا مخصصات هن داخل القلب وجنب خواتهن وزي الفل وعايشات، يعني نفس العيشة ونفس الدم، بس مخصصات سبحان الله ان ينقلين بسرعة الكهرباء، بحيث انه الكهرباء توصل ضرب واحد للقلب كله، بحيث انه مش اللي فوق ينقبض واللي تحت ينبسط، وان احنا بنلعب بالدم اي كلام، لا، هذا على طول يحصل انقباض في الفنتركل، بحيث انه ينقبض كله فجأة واحدة، مش جزء ينقبض وجزء ينقبض. فهذا البركنجي فايبرز من الذي بيساعد على هذا الحركة انه يحصل انقباض سريع فجأة واحدة؟ هو الجاب جانكشن برضه الذي موجود ما بينهن، فهذا هو البركنجي فايبرز. قال لك البركنجي اسم العالم طبعا بركنجي هذا فايبرز. طيب فهذا اللي قال لك البركنجي فايبرز بيمسكين بيجين من عند حاجة اسمها اي في بندل. ما هو اي في بندل؟ الاتريو فينتريكولار بندل. في حاجة اسمها السانود موجودة، يعني الذي بيبدأ الضربات القلب هو الفنتركل،
يعني هو الاتريوم بهانا اول خليه بتبدا بالكهرباء، بعدين الخليه هذه تجي لعند هذا المكان المحط الثاني اترو فينتركولار، يعني ما بين الاتريوم والفينتركولار، بعدين ينزلين لعند، يعني نخلين بلون اصفر، هذا الاسانود قلنا، وهذا المحطه الثانيه، بعدين ينزلين ويدن لك الايش البركنجي فايبرز، هذا يعني هن جزء من العضلة حق القلب الذي بيساعدنا على الكهرباء سريعة توصل للفنتركل بسرعة. هذا لهنا البركنجي فايبرز. من الذي بيوصل الكهرباء بسرعة؟ هي الجاب جانكشنز. طيب وتأخذون في الفسيولوجيا، يعني ما حد يهم حتى لا ما فهمها. طيب وبيكون مقسمة إلى بندلز ومحاطة بكونكتيف تيشو، هذا لهن بندلز وحوالين هذا الكونكتيف تيشو. طيب نجي نشوف الخلية البركنجي فايبر، الفايبر الواحدة نشوف ايش فيها. قال لك انها لارج دايمتر، يعني بيكون مثلا القلب الخلايا عرضهن مثلا هكذا الطبيعيات، هذا لا بيكون اعرض هكذا مثلا. والنيوكليوس بدل ما هي كانت هانك سنترال، هانا قال لك انها ايش اكسنتريك، يعني في الطرف زي ما حكى سكلت المصل، وهنا كنا نقول في استرايشن يعني في خطوط لأنها مسؤولة على الانقباض. هنا الاسترايشن مش موجودة بكثرة، لا هنا مش مسؤولة أصلا عن الانقباض، هي مسؤولة بس عن توصيل الكهرباء، الكهرباء تتوصل من الخلايا إلى الثانية، في مش مسؤولة عن الانقباض، هذه مسؤولة عن الانقباض، فلذلك الخطوط موجودة. طيب وقلنا برضه المايوفايبرلز اللي هي الأكتين والمايوسين أقل فيها، وما بيش انتركاليت الديسك، ما بيش الجزء الذي كان يفصل الشقق من بعضها، ما هنا كنا نقول في حاجه اسمها انتركاليت الديسك بيفصل مثلا هذا عن هذا وهكذا، هنا ما بيش انتركاليت الديسك، فهذا له هنا البركنجي ايش فايبرز. طيب افترض قال لك ريبير اوف انجرد كاردياك ماسل سيل، لو واحد انضرب في الكاردياك ماسل سيل او الدم قلل الخليه هذا، ما للاسف القلب ما يتجددش، فلذلك لو واحد قل حقه الدم اللي بيروح للقلب، طبعا الدم اللي بيروح من القلب هو يعني القلب يخرج الدم، قال هذاك يعني اول ما يبدا يهتم بنفسه، فلذلك اول ما الدم يخرج الشريان الاورطي مثلا، لو هذا الليفت فينتريكل البطين الايسر بيخرج منها الايش الاورطه، اول ما يخرج الاورطه بيدي دم للقلب، اول ما يبدا الاورطه يخرج يدين دم للقلب لانه اهم واحد عندنا القلب، الباقي السهل يتعوض. فافترض ان الشرايين هذه اتسدت، كيف بتسد؟ والله الناس اللي بتشرب سجائر كثير، الناس اللي بتاكل زيوت كثير، الناس اللي ما بتعملش رياضه، الناس اللي حياتها كلها جلسه وهكذا، عباره عن ريسك فاكتور يعني مخاطر، الذي بيجمع اكثر اكثر من الحاجات، مثلا واحد بيدخن ويشرب شيش مثلا وعنده العائلة حقهم مشهورة انهم بيجيلهم نفس الشيء هذا المرض انه يسد الشريان، ودارس في البيت وبياكل زيوت كثير وسكريات، فهذا كله بيساعد على ايش؟ ان الشرايين حقه تبدأ يحصل فيها تصلب في الشرايين، في جهة الشريان يبدأ يتصلب اكثر اكثر، يبدأ الشريان لما يوصل ل70% من التصلب اسمنا الكورونري ارتري، الشرايين حق القلب اسمنا الشرايين التاجية ليش؟ لأن بيلفين حول القلب زي التاج، فاسمين كورونري ارتري. هذا الكورونري ارتري لو تغلقين إلى 70% يبدأين يدين أعراض، الآدمي يبدأ يقول صدري بيوجعني، يقول صدري بيوجعني لأن ما عبش دم بيوصل للقلب، والقلب بيضرب يعني هي موازنة ما بين الضرب حق القلب والدم الذي بيروح للقلب، لو الدم اللي بيروح للقلب قليلة والضربات حق القلب جالسة كثيرة، فتلاقي الآدمي يبدأ يشتكي. فلذلك حل من اثنين، يا يعني إن احنا نشيل هذا الثرومبس التجلط ونعمل دعامة قلب، أو إن احنا نقلل ضربات القلب، يعني نشوف حل حسب المريض. طيب افترض إنه استد 100%، خلاص العيان يجي لك بوجع في الصدر كثير، الاول الذي 70 إلى 100 قبل ما يستد كثير اسمه انجينا، يعني ايش انجينا؟ ذبحه صدريه، العيان يبدا يقول لك والله انا كنت ماشي في الشارع بعدين نكعت في القاع فجاه، فهذا الذبحه الصدريه من الديله بسرعه يعني ادويه وتوسع الشرايين عشان ايش يعيش امد تي اللحظه بعدين يروح على المستشفى.
اما ذا الذي قد اسد 100% على طول هذا اسمها مايوكارديال انفاركشن، يعني خلاص القلب اسد تماما يعني، فالجزء الذي متغذي بذلك الشريان اي يموت، فلذلك ما بيحصلش تجدد لهذا الجزء الذي مات. طيب اهي الانجينا قلناها انه يبدا وجع في الصدر، بعدين يتحول لو تغلق تماما مايوكارديال انفاركشن. طيب حين تموت العضله الذي خلاص استد 100%، الجزء مثلا هذا مات من العضله، كان بيروح على الشريان معين، استد هذا الشريان خلاص، فهذا الجزء مات خلاص، العضله هذه ماتت. قبل ما تموت بتطلع حاجات كانها بتقول شاموت يا جماعه شاموت الحقوني، هذا الحاجه اسمها ايش؟ كرياتين كاينيز وحاجه اسمها تروبونين، هذا لا بتفرزهن وتخرجهن للدم. لما بتفرزهن وتخرجهن للدم انا بين قيسين في الدم والله يطلع عن كثيرات، مع انه الادمي بدا يحصل عنده هذا المايوكارديال انفاركشن، فاجيب لها ادويه بسرعه والحق وادي له ادويه تسيل الدم عشان لا يحصلش هذا السدد، يسد الشريان كامل وهكذا. طيب خلصنا عضله القلب، نخش اخر حاجه على السموث ماسل، نفس الكلام بس اسهل. هذا بيكون موجود في الهولو فيسرا، يعني في الاحشاء زي مثانة، الدايجستيف، الجي اي تي الذي هو الهضمي، والريسبيرتوري تراك، وفي الشرايين برضو، وموجود في السكن اند اي. ما السكن يعني العضلات الذي بيتحكم مثلا بالشعر والحاجات هذا، وهذا العضلات لما بتنقبض ما انت ما بتحكمش بها، ونفس الشيء في العين العضلات التي بتساعد على التحدب والتوسع والحاجات هذا انت ما بتتحكم، مش بتقولش تتحدب وتوسع، لا هو على حسب انت شفت بعيد ولا قريب، فين يبدأ يغير النفسين على حسب. طيب متلصقات بجاب جانكشن هذا، لا زي ما حكى القلب البركنجي، وكل فايبرز محوط باندوميسيوم وفي بريميسيوم، بس ما بيش الايبيميسيوم الذي كان بيحوط العضله حق السكلتال بشكل عام. وبعدين قال لك السموث ماسل من اللي بيتحكم بها؟ هرمونات، يعني ادالك مثال كذا، ضرب لك مثال وسط ألف ألف مثال، المفروض يعني هو أمثلة كثيرة. مثلا الجي اي تي حقك الجهاز الهضمي لو اديت ادوية تساعد على الانقباض، مثلا ببعضهم بيجي عنده كونستبيشن او امساك، فانا ادي له ادوية تزود حركة الامعاء. في عندي بعض مش بعض، كل النسوان لما بيولدين بيكون عندهم في السموث ماسل حق اليوترس حق الرحم، بيكون الرحم هذا جاهز للهرمون اسمه اكسيتوسن. اكسيتوسن هذا الهرمون الذي بيساعد على الانقباض حق العضلة حق الرحم، فلما شافوا انه الجسم بيفرز الاكسيتوسن عشان يزود العضلة حق الرحم، قالوا نكون نديه من برا عشان نساعد الام اكثر، فلما بيدوه بكثرة البيبي اللي داخل هذا بينزل بسرعة. فهو بأدوية يعني، شي يقول لك من الآخر بتتحكم بالسموث ماسل. طيب السموث